في عادات بسيطة نقدر نسويها وتعود لنا أو نضمن زيادة الطول عنا. بداية بالنوم، ما نقولكم ترقدون الظهر، ولكن من الأهمية أن الواحد يرقد رقاد عميق قبل الساعة 12 مساء، يعني قبل منتصف الليل. بشكل بسيط وبسبب أبسط من ذلك، أن عقب 12 بالليل هرمون النمو، الهرمون المعني بطول الإنسان، يفرز بكميات معتدلة، وهي الكميات اللي جسم الإنسان محتاجها. إضافة إلى ذلك أخذ كفايتنا من البروتين وخاصة الكالسيوم والزنك. طبعا اليوم الحمد لله المنتجات الحيوانية غنية بالبروتين، سواء كانت منتجات الألبان أو حتى اللحوم أو حتى بياض البيض اللي احنا بناكله. ولكن يقولون شو حال اللي تعدى 25 ولا زال شوي عنده عقدة في القصر؟ نبشرهم بالخير، اليوم في عمليات معتمدة ونتائجها طيبة جدا، وخاصة في الدول الأسيوية. هاي العملية تساعد زيادة طول الإنسان إلى أكثر من 12 سنتيمتر، وطبعا هذا النوع من العمليات أكثر الناس اللي يتجهوا له هم البنات في الدول الأسيوية اللي يرغبون يكونون عارضات أزياء، خاصة القصار منهم.